الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، من هم المؤلفة في قلوبهم الذين يأخذون من أموال الزكاة؟ المؤلفة في قلوبهم 3 حاجات: رجل أسلم حديثا والإيمان لم يثبت في قلبه، والإيمان لم يثبت في قلبه، فنعطيه حتى يثبت الإيمان في قلبه، حتى لو كان غني. حتى لو كان غني. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أعطى بعض الصحابة الذين أسلموا حديثا، منهم عيينة بن الحصن، فبعض الصحابة وجد في نفسه قال: رسول الله يعطي لفلان وفلان وفلان، ونحن ما زلنا يعني ونحن في الإسلام من قديم، وما زالت سيوفنا تقطر من دم الأعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يعني وجدوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال: إني أعطي فلانا وفلان، إنما أتألفهم. أتألفهم يعني عشان يثبت الإيمان في قلوبهم، يثبت الإيمان في قلوبهم. يبقى أول حاجة رجل أسلم حديثا فنعطيه من أموال الزكاة حتى يثبت الإيمان في قلبه حتى لو كان غني. ورجل كافر، كافر لكنه شرير، شرير يؤذي الإسلام والمسلمين، يؤذي الإسلام والمسلمين، ورأينا أننا لو أعطيناه بعض المال لربما كف أذاهم عن المسلمين، هذا أيضا يعطى من أموال الزكاة. ورجل يعني رأينا في قلبه حبا للإسلام وأهله، ورأينا أنه يعني كاد أن يسلم، يعني أقواله وأفعاله تدل على حب الإسلام وأهله، ورأينا أننا لو أعطينا لربما أعلن راية التوحيد لله عز وجل، وكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يعطى من أموال الزكاة. يبقى 3 حاجات: أسلم حديثا والإيمان لسه مزعزع في قلبه، نعطيه حتى يثبت الإيمان في قلبه. ورجل شرير من الكفار يؤذي الإسلام والمسلمين، من الكفار يؤذي الإسلام والمسلمين يعطى. ورجل من الكفار رأيناه محبا للإسلام وأهله، ورأينا أننا لو أعطيناه لربما أعلن راية التوحيد لله وعاش على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعطى من أموال الزكاة. وده الذي قال عنهم الله عز وجل: والمؤلفة قلوبهم. والله أعلى وأعلم.